FM. الكل مليك. والله هي نيدي تونس نحويلو متوسط. متوسط لازم يتحسن. باش تقولوا لي كيفاش باش يتحسن؟ هذا سؤالكم ولا؟ لم الشمل ولا لا؟ شوف احنا او سي الازهر العكرمي رجع لل رابيدمون رجع للعائله اي رابيدمون. نيدي تونس هو حزب صغير تكون في العمر تكون ثلاث سنين. الحزب هذايا كان على راسه شخصيه كاريزماتيكيه هي سيلباجي قايد سبسي. وقت اللي سيلباجي مشى لقصر كارتاج الحزب قعد تجمع تقول اوفلان ايتي وكل الاشخاص اللي كانوا في الصداره كل واحد يقول لك يا خويا اني وصارت انا الخليفه انا الخليفه خليفه اردوغان كابافان الكلمه ليك.